اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. احنا يعني باسمي وباسم فؤاد بنحس حالنا من اهل الدار لما بنيجي على اورنج، سواء بتقاريرنا اللي كانت من القاهره، واليوم احنا معاكم بهالمعرض الذكي. وبدايه بحب ابدا مع السيد رسلان نحكي اكثر عن استراتيجيه اسنشلز 2020، واللي من ضمنها تحدثنا عن وجود هالنوع من المعارض الذكيه في الاردن، وهذا كان اول معرض مشابه للمعارض اللي موجوده لاورنج في اوروبا. أوكي. شكرا. أول شيء بنحب نصبح عليكم، نصبح على المشاهدين وعلى زبايننا الحاليين واللي جايين كمان. حلوة حلوة أكيد جايين كتار كمان كتير. طبعا احنا بنشكركم أول شيء على استضافتنا في البرنامج، وبنشكركم انكم شرفتونا طبعا في المعرض الذكي تبعنا بالسمارت ستور تبعنا، هذا اللي هو بصراحة يعد طبعا بشكل مؤكد الأول في الأردن وبالمنطقة بالشرق الأوسط. موجودين إحنا وفي بأورنج بمصر نعمل كمان في عنا، واللي هو بصراحة نقلة نوعية كبيرة في مجال خدمة الزبائن، اللي هو جاي هذه كلها فكرة السمارت ستور، التغيير اللي قاعد بيصير جزء من التكيف من طبيعة الخدمات اللي بتقدمها شركات الاتصالات، والعالم كله بشكل عام نموذج العمل كله بتغير لكل الصناعات مش بس للاتصالات. أوكي، اللي كانت قبل خلينا نحكي كانت الثورة الصناعية والخدمات ومشاوة التكنولوجيا، وهلا بنحكي عن التطور الرقمي أو الديجيتال إيكونومي، عارف كيف؟ فطبيعة ما بطلنا نحكي عن يعني خلينا نحكي سلعة بسيطة زي قبل 15 سنة كان أوفر واحد لكل البلد تأخذ هذا الأوفر بس فيش غيره، بس سعر هذا بس سعر هذا، عارف كيف؟ الحياة تطورت كتير وطبيعة العلاقة مع الزبائن تطورت، وكيف بدك تعمل الخدمات تبعتك كلها هذه كانت قبل، وكان في ديسك كان يجي ديسك وقزاز، عارف كيف؟ من وراء القزاز بدك تعمل شغلتك وذات سد، عرفت كيف؟ بعدين قاموا القزاز صار ديسك، بعدين بدك مع مشينا احنا لليوم بالديجيتال ايكونومي اللي وصلنا له بالديجيتاليزيشن اللي شفناها طبيعي في تعقيد كبير صار، فبدك تكون اقرب للزبون. نحكي احنا دائما الكومبلكسيتي ان ذا باك، عارف كيف؟ الزبون ما مش فاضي يعرف شو عندك تعقيدات بالشغل وبالعمل، فبدك تكون قريب له، عارف كيف؟ تعطيه بكل بساطه وتشرح له، لانه بتعتمد على الشرح. يعني بشوف احنا السمارت فونز اللي بنشوفها، الايبادز، الشغلات، الابلكيشنز الجديده، فكلها بدها خلينا نحكي بدها قرب اكبر من الزبون عشان تقدر تشرح له بطريقه ابسط هذا الموضوع. يعني نعم التعقيدات اللي شفناها بالسيرفيسز.